ليه تختار عسل نحل زاد العلم؟ مش بس علشان مناحلنا من أكبر المناحل في مصر، ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت مطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجي لك من مناحلنا مباشرة، مرورا بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد، صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع، عسل نحل زاد، قوة وعضلات. للتواصل يرجى الاتصال على 0136 7 92 97، أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية. عسل نحل زاد من خير الطبيعة. لو سمحت عاوز اشتري حاجة. لو سمحت. ايه ده، اشارة مرور؟ والله فكرة جديدة في المحلات. لو سمحت عاوز بيبي لاند. لو سمحت عايز بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. عايز بيبي لاند ليه؟ عشان الطفل ابننا. هو احنا عندنا اطفال؟ ان شاء الله هنخلف. انا متجوزك بقالي 10 سنين، اطلقك ولا ايه؟ خلاص هات بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. حسن الهلالي مكرم حبيبي، اديني عقلك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا في شركة نور الاسلام. طب اديني بيبي لاند. بيبي لاند؟ مش ده بيبي لاند، انا عايز بيبي لاند. بيبي لاند؟ مش ده بيبي لاند، انا عاوز بيبي لاند. ولدي انا عايز بيبي لاند. ولدي هات لي بيبي لاند. يلا بينا نخلع. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان احنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان الزقازيق، طريق أبو حماد، بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112، 012 89 42 41، 08 إدارة الحاج محمد. فيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين، من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف، وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا، واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شباب مصر. النهاردة أنا مع حضراتكم في حلقة جديدة ومختلفة، لا هي دينية ولا هي اجتماعية، على قد ما هنقدر نستفيد من خلال الخبرة اللي احنا فيها على مدار هذا المجال، يعني المجال الإعلامي، فهنقدر ان احنا نستفيد بيها وأقدر أفيد كل حبايبنا وكل مشاهدينا على قد يعني على قدر المستطاع.
قبل ما ابدا الحلقه عايز اقول كل سنه وكل اهلنا وناسنا وحبايبنا والناس اللي بيتفرجوا علينا والناس اللي بيسمعونا وكل حد دلوقتي شايفني وسامعني وعارف ومستني البرنامج، بقول له كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت معانا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاشهر الحرم. وكمان احنا في ذكرى اسراء ومعراج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما اجملها وما احلاها وما اطيبها من هذه الذكرى العطره الذي أسري بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الحاجة الثانية بقول لكم كل سنة كمان وانتم طيبين بمناسبة يعني أيام قليلة ويهل علينا هذا الضيف الكريم شهر رمضان التي يعني الذي يتكون حروفه من 5 أحرف، الراء والميم والضاد والألف والنون. فالراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النار، والنون نور من الله العزيز الغفار. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار يا صاحب الذكرى العطرة. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سبحان من أسرى بأفضل مصطفى ليلا من الحرم الشريف حماكا، ثم انتهى بالمنتهى بعروجه وسمى إليك منبيا دعواك. برق البراق به إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك. فصلاة وسلاما دائمين متكاملين عليك يا سيدي يا رسول الله، اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كليب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن حزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نضار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء صلاه وسلاما من رب العالمين. يعني حتى لا اطيل على حضراتكم وادخل في المجال على طول، بصفتي معاكم النهارده كمذيع للبرنامج وكمان كصاحب شركه انتاج، ومن خلال اتصالات كتير جت علي علشان عايزين يعرفوا فن التسويق الالكتروني على السوشيال ميديا، يعني تاثيره في المجتمع، وهل هو بيقدر الإنسان يستفيد منه أو بيقدر العميل يستفيد منه ولا لا. فعلشان كده عملنا لكم حلقة لا هي دينية ولا هي اجتماعية، على قد ما هنقدر نستفيد بيها كلنا ونفيدكم كمان على قدر المستطاع. أول حاجة النهاردة أنا عايز أبين لحضراتكم أن العملاء دايما اللي بيدوروا على الإعلانات سواء التلفزيونية عندنا مثلا في صحة وجمال أو سواء أي إعلانات على السوشيال ميديا، أنا كراجل مثلا صاحب شركة عايز أطرح على حضراتكم بعض الأفكار اللي احنا بنقدمها لكم كصاحب شركة اسمها سكاي الميديا. الشركة دي للإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى وصناعة الإعلان وإنتاج البرامج الحوارية على السوشيال ميديا. فإحنا النهاردة كشركة بنقول لكم الحاجات اللي هنقدر نقدمها لكم خلال الفترة اللي جاية وخلال الفترة السابقة، والناس حتى العملاء اللي بيتعاملوا معنا عارفين إحنا بنعمل إيه وعارفين شغلنا يعني استمراره وأهم أهدافه حتى والخطة المستقبلية اللي دايماً بنوضعها للعميل. يعني فأنت كراجل دلوقتي أنت عميل وعندك بيزنس معين أو عندك بتشتغل في قطاع خاص أو فاتح شركة أو فاتح محل أو فاتح مثلا هايبر أو مصنع أو أي منتج بتبيعه وعايز تعمل إعلان للمنتج ده وعايز تبيع بالفعل، فإحنا دايما عندنا في الشركة إحنا بنقول لأي عميل بيجي لنا أول حاجة بنقول له الرزق ده بتاع ربنا، لكن أنت بتسعى على الرزق علشان ربنا في الآخر يوضع لك القبول في الشركة بتاعتك أو في المحتوى بتاعك أو في المنتج بتاعك وبتبدأ تبيع بعد كده. فالسوشيال ميديا دلوقتي أو الميديا بشكل عام سواء تلفزيون أو ميديا أصبحت من أكبر الوسائل التسويقية في العالم. يعني عندك الفيسبوك مثلا، هنضرب لك على سبيل المثال، لو أنت عايز تعمل إعلان على الفيسبوك، فالفيسبوك دلوقتي بيقدم لك حاجة اسمها الإعلان الممول على السوشيال ميديا. الإعلان الممول على الفيسبوك إنك بتجيب المنتج بتاعك وتبدأ تصنع له محتوى اللي هو التصميم مثلا أو الديزاين زي ما بيقولوا، وبتبدأ بعد كده تحط فلوس علشان يبدأ الفيسبوك يسحب من الموقع ويبدأ يعمل لك إعلان ممول. الإعلانات الممولة عندنا بتنقسم إلى عدة أقسام، وهي والعميل لما بيجي أصلا هو مش عارف يعني إيه إعلان ممول. فعشان كده إحنا دلوقتي في شركة سكاي ميديا بنعرفك يعني إيه الإعلان الممول. أنت كعميل جاي تعمل إعلان ممول أكيد مش علشان تصرف فلوس وخلاص، لا، أنت جاي تعمل إعلان ممول علشان أنت في الآخر تقدر تبيع واسمك يتعرف في السوق. فعلشان تعمل ده كله لازم تروح لشركة
عندنا في سكاي الميديا بنقدمها لك، بنقول لك احنا هنقدر نصنع لك المحتوى، بتيجي لنا فاحنا بنقدر ان احنا نعرض عليك الباقات اللي عندنا، والباقات دي من خلالها انت بتقدر تختارها، سواء باقة التصميمات او سواء باقة اعلانات ممولة على السوشيال ميديا، وبنبدأ بعد كده نشتغل لك. طيب يعني ايه اعلان ممول؟ يعني انا بحط فلوس في الفيسبوك مقابل انه ينتشر هذا المنتج اللي هو المنتج بتاعي، يوصل لاكبر عدد من الاشخاص، وكمان يحقق لي ربح. فهيجي واحد يسألني يقول لي بيحقق لك ربح ازاي؟ يعني هو ممكن في فيسبوك يحقق لك ربح؟ يعني هقول لك وهجاوبك على السؤال ده بعد الفاصل ان شاء الله، ونكمل مع بعض تاني. في مصر ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت متطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجي لك من مناحلنا مباشرة، مرورا بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد، صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع عسل نحل زاد، قوة وعضلات. للتواصل يرجى الاتصال على 0136 792 97، أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية. عسل نحل زاد من خير الطبيعة. لو سمحت عاوز اشتري حاجة، لو سمحت. ايه ده اشارة مرور؟ والله فكرة جديدة في المحلات. لو سمحت عاوز بيبي لاند. لو سمحت عايز بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. عايز بيبي لاند ليه؟ عشان الطفل ابننا. واحنا عندنا اطفال؟ ان شاء الله هنخلف، انا متجوزك بقالي 10 سنين، اطلقك ولا ايه؟ خلاص هات بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. حسن الهلالي مكرم حبيب الدين عقلك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا في شركة نور الاسلام. طب اديني بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عايز بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عاوز بيبي لاند. ولدي انا عايز بيبي لاند. ولدي هات لي بيبي لاند. يلا بينا نخلع. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان الزقازيق طريق أبو حماد بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112 012 89 42 41 08 إدارة الحاج محمد. فيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع، من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين، من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف، وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا، واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال QR كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها QR كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق.
اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل الاعلاني. طيب خلينا نكمل مع بعض علشان يعني ما نتوهش بعض. احنا ازاي تقدر تعمل اعلان ممول في شركتنا سكيل ميديا على الفيسبوك؟ انت بتدفع فلوس مقابل ان احنا بنقدر نروج لك الاعلان ده ونسوقه لك ونخليه لك يجيب لك ربح وتقدر تبيع وتقدر تجيب اكبر نسبه من الحجزات. طيب سكيل ميديا كمان بتقدم ايه؟ بتقدم صناعه الاعلان التلفزيوني باحترافيه، يعني نقدر نبعت لك اوردر كاميرات يقدر يصور لك المحتوى كامل، بيبقى عليه تعليق صوتي ويدخل مونتاج ويدخل يطلع لك بشكل كويس كده زي الاعلانات بالظبط اللي بتشوفوها على التلفزيون. طيب اللي عايز يتواصل معانا في الشركه الارقام كلها موجوده على الشاشه قدام حضراتكم، ارقامي كلها انا بنفسي اللي برد وفريق العمل معانا هو اللي بيرد كمان على كل الارقام. يبقى احنا بنصنع لحضرتك الاعلان من اول التصوير وكتابه المحتوى بتاعه والمونتاج والاخراج، بنسلمك الاعلان زي الكتاب ما بيقول بالظبط، وبنقدر كمان ان احنا نعرض لك الباقه الاعلانيه هنا كمان في الصحه والجمال، انها قناه ام لكل المصريين وام لكل الناس اللي زي حالتنا كده، الناس البسيطه كده القناه بتقدر ان هي توضع عليها خريطه انهم يقدر يتعامل مع العميل ويقدر كمان يذيع الاعلان على هذه الشاشه. طيب انا في كمان يعني عده حاجات كده عايز اتكلم معاكم فيها. كمان احنا في سكايل ميديا هنقدم لكم مسابقه في شهر رمضان ان شاء الله، المسابقه دي هتتذاع هنا على الصحه والجمال، فاحنا بنقول فرصه لكل قارئ وكل مبتهل وكل منشد ديني بيتضرع الى الله سبحانه وتعالى وصوته حلو يقدر يتواصل معانا في القناه، وهنقدر ان احنا نظهره على الهواء، وان شاء الله بنفتح المجال لكل القراء، قراء القرآن والمبتهلين والمنشدين في كل بقعة من بقاع الأرض. فاحنا بنقول تاني ان اي قارئ او اي مبتهل لو انت صوتك حلو وعايز تظهر على شاشة التلفزيون كلمنا برضو على الارقام اللي ظهر قدام حضرتك على الشاشة، وهنفتح ليك المجال وهنتيح ليك المجال انك تطلع على الشاشة. كمان بمناسبة ان انا يعني يمكن انا بتطرق لكم من في عدة حاجات كده، الصفحة عندنا عاملينها والشركة عندنا عاملاها، يعني بدخل في حاجة واروح لحاجة تانية بس في سياق البرامج او الخطة المستقبلية لينا في شهر رمضان كصفحة انتاج اعلامي. يعني بنتقدم بالشكر والتقدير لشاب من ضمن الشباب الأوفياء الجمال عندنا في محافظة الدقهلية جنبنا جنب الشرقية، اسمه الأستاذ صبحي عكاشة. الأستاذ صبحي عكاشة ده رجل يحترم القراء وبيحب كتاب الله وبيحب الأصوات الحلوة، فعمل صفحة أصبحت من أكبر صفحات التواصل الاجتماعي دلوقتي، فيها ما يقرب من 4 مليون متابع. الصفحة دي خصصها فقط للقرآن الكريم، للأصوات الحلوة، للمبتهلين، للمنشدين، للسادة العلماء. فأنا من خلال برنامجي بأتقدم له بالشكر والتقدير وأقول له جزاك الله خيرا عن ما ينتشر من كتاب الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي المحترم الأستاذ صبحي عكاشة صاحب صفحة السرادق، هذه الصفحة المليئة بذكر الله سبحانه وتعالى على صفحات الفيسبوك. بنأكد لحضراتكم تاني ان ارقام التواصل موجودة عن حضراتكم على الشاشة، وبشكر كل الناس اللي متابعيني اللي عارفين نفسهم بنفسهم دلوقتي، الناس اللي بتستناني كل اسبوع. بشكر اهلنا وناسنا وحبايبنا واصدقائنا وكل حد شايفنا دلوقتي وبيسمعنا دلوقتي، بقول لكم كل سنة وانتم دايما في حياتنا، وكل سنة وانتم مليين علينا الابتسامة الجميلة. بشكر فريق العمل محمد الملكي في الإعداد، وبشكر كمان أخويا وحبيبي رئيس تحرير البرنامج المحترم الأستاذ محمد فرحات، وبشكر محمود زيدان، وبشكر أسماء في الديزاين، وبشكر ريهام في التسويق. بشكركم جدا، واستنونا في حلقة جديدة هنكون معاكم في طلة بهية إن شاء الله في شهر رمضان، هتلاقوا برنامج حلو قوي خاص بالقراء والمبتهلين والأصوات الجميلة على مستوى الجمهورية. هنقدر نختار كمان وهيقدر يكون معنا قراء كبيرة أمثال الدكتور عبد الفتاح الطروطي وأمثال كبار القراء، يمكن الشيخ محمود الخشتي مثلا، الشيخ محمود علي حسن، الشيخ محمود صابر، هيبقى معنا نخبة كبيرة من العلماء ونخبة كبيرة من القراء. بشكركم جدا، وبشكر كل واحد دلوقتي سمعني وبيتفرج عليا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليه تختار عسل نحل زاد آل علم؟ مش بس علشان مناحلنا من أكبر المناحل في مصر، ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت متطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجيلك من مناحلنا مباشرة، مروراً بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد، صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع، عسل نحل زاد قوة وعضلات. للتواصل يرجى الاتصال على 0136 7 92 97، أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية. عسل نحل زاد من خير الطبيعة. لو سمحت عاوز اشتري حاجة، لو سمحت. ايه ده، اشاره مرور؟ والله فكره جديده في المحلات. لو سمحت عاوز بيبي لاند. لو سمحت عايز بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. عايز بيبي لاند ليه؟ عشان الطفل ابننا. واحنا عندنا اطفال؟ ان شاء الله هنخلف، انا متجوزك بقالي 10 سنين، اطلقك ولا ايه؟ خلاص هات بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. حسن الهلالي مكرم حبيبي، اديني عقلك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا في شركة نور الاسلام. طب اديني بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عايز بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عاوز بيبي لاند. ولدي انا عايز بيبي لاند. ولدي هاتلي بيبي لاند. يلا بينا نخلع. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان الزقازيق، طريق أبو حماد، بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112 012 89 42 41. 08 إدارة الحاج محمد. فيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين، من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف، وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا، واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال QR كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها QR كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق.